يرخص مشروع قانون المالية لسنة 2023 في مادته 65 استيراد المعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عن 5 سنوات لتلبية احتياجات السوق المحلية ورفع تحدي الأمن الغذائي، غير أن عمر العتاد ما يزال محل جدل من قبل النواب. السماح باستيراد العتاد الفلاحي لمدة أكثر من 5 سنوات سيتركنا نفايات الدول الأخرى، وبالتالي نحن مع العتاد الفلاحي للفلاحين في إطار يعني سنوات مقبولة، ولكن أكثر من 5 سنوات أرى أنه سنكون يعني مقبرة للعتاد الدول الأخرى، وبالتالي أنا لا أحبذ هذا القرار. أرى أن تكون 5 سنوات يعني سيكون العتاد الفلاحي بسعر مناسب إن شاء الله للفلاح. فيما يرى آخرون أن العتاد أقل من 7 إلى 10 سنوات سيوفر على الفلاح أعباء الضريبة ويضمن احتياجاته بما يتلائم وقدرته الشرائية. المعدات الفلاحية، جرارات وحصادات وغيرها من الأخر، كانت فيه قانون من قبل صدر أنه تكون أقل من 5 سنوات. إحنا إن شاء الله كذلك نسعى لتخفيض هذا الأخر إلى أقل من 10 سنوات، وهذا من أجل تسهيل العمل الفلاحين ومن أجل تسهيل اقتناء هذه المعدات إن شاء الله. العتاد الفلاحي ومكننا الفلاحية أنه الفلاحين يعني أنه حاجة مليحة أنه في تمكين من استيراد الجرارات تاع أقل من 5 سنوات، ولكن لو نرجعوا نشوفوا في السوق باللي أنه نلقوا باللي أنه السعر تاعهم مرتفع ناهيك عن استيراد الجديد. 5 سنوات مازال الفلاح في ولايتنا أو في وطننا يشوفها باللي أنها كبيرة جدا، ولم لا أنها تكون على أقل من 7 سنوات. هذا مطلب من المطالب الفلاحيين، بحيث انه يمكن ان يكون الفلاح البسيط ماشي الفلاح يعني الكبير يستطيع انه يستورد يعني او يقتني جرارات ويقتني ادوات المكننه اللي تمكنه من انتاج فلاحي في المستوى. في انتظار الفصل في عمر المكننه، يتفق اهل الشان ان الترخيص باستيراد المستعمله منها سيسهم بشكل كبير في حل مشكل عصي انهك القطاع وجعله يتراجع بخطوات للوراء، شرط أن تفرض رقابة تقنية صارمة لضمان جودة العتاد المستورد.